السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى بحبة الرز الجامدين دول وشوية الخضار التحفة دول؟ دي بقى هي عبارة عن كوسة بالخضار، مكعبات كوسة باللحمة والخضار. عايزة اقول لكم انها جميلة، لو عندك ربع كيلو لحمة هتعمليه لولادك. وصفة جميلة وسهلة وموجودة في كل بيت، وهي اصلا مش مصرية، يعني احنا متعودين ان احنا نعمل الكوسة اللي هي ايه العادية. واخدين بالكم اهو، ماشي. يلا بينا نشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفة جميلة وجديدة يا رب تعجبكم. ايه هي؟ هنعمل اللحمة بالكوسة بس بطريقة جديدة ومختلفة، واخدة حبة كوري على حبة مصري، حطيت انا التاتش المصري كده. ايه ان شاء الله خير هتعجبكم. يعني معانا مكعبات لحمة متقطعة مكعبات، ومعانا دسم حيواني هنقلبه بيه على شوية زيت، ومعانا بصل، معانا طماطم معصورة ومتصفية، ومعانا كوسة مكعبات زي ما انتم شايفين متقشرة ومغسولة ومتقطعة، ومعانا فلفل أخضر وفلفل أحمر وفلفل أورنج، مجموعة فلافل كده. الفلفل مفيد وفيه كالسيوم فزودوه على الخضار، وملح ومعلقة دبس الرمان ده الكوري بقى. طيب وإيه تاني؟ ومعانا التوابل، جنزبيل، فلفل اسمر، كمون، كزبره، معلقه شطه صغننه للي يحب. ويلا بينا نبدا الوصفه. ودلوقتي ولعنا الكانون الجميل بتاعنا، حطينا حبه زيت، هنحط الدسم بتاعنا ياخد ويدي كده مع الزيت شويه. هنا موزه نقلبها بقى ونسوي اللحمه بس ما اديها صدمه يعني، ماشي. اشوحها واقول لكم نعمل ايه. اللحمه بتاعتنا اهي حرقت بقت جميله، هي ما اتحرقتش ولا حاجه، انا بهزر معاكي، بس اتحمرت بقى شكلها جميل. البصل بيسكر الاكل، مفيد ومغذي عشان الكورونا والبرد والحاجات اللي احنا بنمر بيها دي. دلوقتي انا مش هحط غير البصل بس جدا، وبعد كده اقول لكم نعمل ايه. البصل واللحمه هنطلق شويه ميه كده عشان اللحمه تستوي مع البصل، وبعد كده اوريكم النوع. جه دور التوابل الجميله، هنحطها نقلب بقى التوابل بالبصل باللحمه. عايزه اقول لكم جميله وريحتها حلوه، ماشي. خليها بقى تستوي كده شويه عشان الكوسه، احنا عارفين ان الكوسه ما بتاخدش سوا. هتتشرب وارجع لكم. دلوقتي شربت ميتها، هنقلب عليها الطماطم، فلوس الطماطم الجميل بتاعنا، شوف الملح، نقلب بالديه، ماشي، وتتشرب، وأقول لكم هنعمل إيه.
دلوقتي ولا هي ناشفة قوي ولا هي طرية قوي. هنعمل ايه؟ هنرمي الكوسة. ماشي، الفلفل الجميل بتاعنا. انا ليه خليت الخضار الاخر؟ عشان خاطر ايه؟ ما يتهريش مع اللحم. وبعد كده حاجه اخيره بقى جميله كده، معلقه دبس الرمان، هتخليها ايه ان شاء الله جميله. ونقلب بقى معلم، قلب اللحمه بالكوسه الجميله بتاعتنا الخضار. انا عايزه اقول لك انها مش طبيخ، هي قطعه لحمه بالخضار بالكوسه. ماشي، عشان بس ايه، وفي نفس الوقت فيها صوص خفيف كده جميل باللحمه بقى الجميله دي. ايه، ما بتاخدش سوا كتير، انت يا دوب تلين معاكي. ماشي، وهوريكو عند الغرف. يلا سلام. ودي كانت وصفتنا النهارده. ايه رايكم مكعبات الكوسه باللحمه والخضار في الصوص كده جميله، من غير صلصه ولا تخديعه ولا الطبخ العادي؟ يا ريت تجربوها، وان شاء الله جميله وتعجبكم. سلام.